رانا شكينا المقاول كتبنا له آه، بعثنا له عرض حال بعثنا للسيد رئيس الدائره بعثنا للسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس الشعبي البلدي شكينا له مع الاوضاع الكارثيه اللي راه يعاني منها هذا الحي هذا الحي راه يعاني بكوارث بيد بي مقاولين بيد مثلا هذا المقاول راه عندنا عام وحنا نحلوا فيه قاع الماء هذا برك الوضعيه اول مياه راكم صورتوها وشفتوها كيفاه دايره راه الناس تجي تقصي الكراريصه هنا تخدم وحنا العشيه نهزوا بادينا ونروحوا نعمروا هذه بالنسبه للمياه المقاول ذا معايا وفيه اللجنه ورئيس الحي معياد وسمعه معاه اكتب له داله. تعهد تعهد له. وصله للسلطات مكان حتى حي هاي اليوم خدمة